تحدثنا اليوم عن المغناطيس. وما هو المغناطيس؟ المغناطيس هو عبارة عن مادة تجذب الأجسام إليها بالقوة المغناطيسية. وانت عرفنا في الدرس السابق انه المغناطيس يتكون من قطبان اللي هما رفض قطب شمالي وقطب جنوبي واللي يلمز لها بالحرف N والحرف S. يعني N اشنو؟ نور ساوث. حاسمة تحكي مكانك. وتعرفنا انه المغناطيس اشكال كثيره. اشكال المغناطيس اللي هو الشكل المغناطيس المستقيم وشكل حدوه الفرس وشكل الدائري. وايضا عندنا بعض الطلاب جاب لنا اشكال المغناطيس علميه او عمليه يعني جربوها، لكن هون ما كان حدد لنا بها الاقطاب، ما حدد لنا هذا اي قطب. زين انا اريد اتعرف هذا المغناطيس القطب ماله، هو مبهم هسه ما عندنا، ما نعرف ام هو الشمالي ام الجنوبي. عثمان ايش تعرف هذا المغناطيس ام هو قطبه؟ نجيب المغناطيس ثاني ونحط اذا كانت نفس يعني كانوا يعني سنافران فهم متشابهين، وكانوا يعني ثلاثة قطب يجاذبون يعني يجاذبون يعني مختلفين مختلفين.